خلينا من اول نشوف شو مطلوب منه. يا ريت نشوف شو المطلوب منه. جاك مارون يقدم مسرحية كعب عالي على خشبة مسرح مونوليث. يعني انت هيك بس الكاتب وبس باردون المقتبس. تعرفتوا علي جوات الكادر، اليوم رح تتعرفوا علي برات الكادر. جاك مارون. هيدا البيكن ما عجبني، بيض بارميزان، هيدا دروجز، هيدا دروج تبعي، كريم فريش خلص وبصل. نشتري سباجيتي. دايما امي كانت تقول لي ما بيشتروا واحد بيشتروا اثنين، انت مرتجه يكونوا موجودين بالبيت. انا بحب شارع مرمتر، جيت سكنت هون 2010 لما رجعت من نيويورك. هلا هو لذيذ الشارع لانه هيدا قريب على مسرح مونو ومسرح المدينه وقريب على الممثلين. ما بحب السوق كثير بالمدينه، حتى لو ما كان في عشقه بحب امشي قد ما فيه. طبق مثل المسرح بدك تنقي الانجريدينتس المضبوطين، كاستينج، المسرحيه، كاتب، مهندس الصوت، مهندس اضاءه، كل ما كانوا فريش كل ما كانت الطبخه طيبه. نحن بالبيت بنحب ناكل وبنحب نطبخ. انا وصغير دائما شوف امي كيف عم تعمل، كيف عم تطبخ، كيف عم تقشر الخيار، كيف عم تحضر، واندحش فيها بالمطبخ اللي نروح نلعب. اخر شيء قالت اوكي صارت تفرجيني. بس عشت برا وكنت عم بدرس تمثيل، كنت اشتغل بالمطاعم، انا شوي عصبي وبعت الهم، بعمل ستريس. بس اطبخ برتاح، لازم بتصور ارجع اطبخ اكثر. اهم شيء البارميزان، انا السعاده عندي هي البارميزان. هلا بدك تدوقي بقى سباجيتي كاربونارا مع حار. اي جود سريع يعني. خلي يربح. هيدا لوكا عمره 5 سنين، حضر كل مسرحية، عايش كل التدريبات، كل البروفات، بيعرف كل المسنين، بيعرف كل المسارح. بنيته للوكا خالتي عندها كافاليه، جوزوها، قلت لها انه انا بدي اتبنى. المركز جيت عليه بال2010 وسكنت فيه واشتغلت فيه وشوي شوي بلشت وسعه وكبره. سو من هذا المركز عملنا مسرحية Reasons to be Pretty، مسرحية فينوس، مسرحية كعب عالي. هيدا فيه مثل بيقولوا انرجي كتير حلوة ما هيدا المركز، وبيخلينا نعمل فن او نعمل مسرح او سينما. الحياة بتقطع كتير بسرعة، فعيشوا الحياة اللي انتو بدكن اياها، اللي انتو بتحبوها، مش الحياة اللي بيفرضوها عليكم. هيدا اهم شي بالنسبة لي.